شو بدك؟ غدا حابة احكي معك بموضوع بدون ما تسمعي. شو بدك؟ الصراحة أنا خايفة عليكي. من شو خايفة علي صفراح؟ غدا أنا وأنتي رفقات من لما كنا بالصف الثاني، وبعرف أمك منيح بتشقى وبتتعب من يوم توفى أبوكي الله يرحمه مشان تربيكي. شو لازم كل هالمقدمات؟ لحتى أقول لك إنك أنتي بنت إنسانة متكافحة وشريفة، وحرام، حرام عليكي برأيي تعبى مرافقة بنت مثل دانا، كلها ما تجمع الناس حواليهم وتصرف عليهم لتتمنفخ عليهم. لا تحكي لك على البنت. دانا رفيقتي وما بتتمنفخ علي مثل ما حضرتك عم تحكي. صحيح أنا من عائلة على حالها، بس دانا بحياتها ما حسستني بهذا الشيء. بالعكس بتعامل معي كأني أختها وأعز. لأنها بتدفع عنك ولا لأنها بتاخذك مع مشاويرها السرية بعد الدوام؟ ما رح أرد عليك. اللي بعرف قديش أنت ورفقاتك بتغاروا من دانا ومن كرم علي وعلى كل بنات الصف. غادة اسمعيني، اللي عم تعمله دانا ما بيهمها وما بيفرق معها، لأنه أصلاً هي هيك تربيت وما حدا من أهلها سائل عليها. بس أنت يا غادة لازم تفكري بأمك، شو بده يكون شعورها إذا عرفت إنك مرافقة بنت سحبتك لطريق آخرته وخمة؟ تسحبني وين ما بدها، أنت مالك علاقة، وخليكي بحالك برفقاتك العاملين اللي فيها مصلحين اجتماعيين. أحسن ما عم تحكي معي أنا هالحكي، روح احكي مع أختك مرح. حاكم هي ودانا صايرين هيك. يلا تشاور.